تحرير اليتامى انتصار هو الأكبر يحققه مقاتلو المنطقة العسكرية السادسة في محافظة الجوف مسنودين برجال المقاومة وطيران التحالف. عدو أنت هؤلاء غير رجل إن شاء الله عز وجل تتحررهم. على مدى الأيام الماضية تصاعدت حدة العمليات العسكرية بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الإنقلابية، أظهر خلالها الجيش عزما على الوصول إلى مركز مديرية خب الشعف، وقد تحقق له ذلك بالسيطرة الكاملة على اليتامى وسوقها والمجمع الحكومي. وبهذا الإنجاز يكون الجيش قد حقق سيطرته شبه الكاملة على مديرية خب والشعف كبرى مديريات محافظة الجوف. وشكرا لكل الجيش الوطني والمقاومة والمواطنين الذين استقبلوهم في هذا المكان، جزاهم الله خير. الجيش تحرك شمالا وجنوبا فالتحم من الناحية الشمالية بالبقع وفرض كامل سيطرته على الخط الدولي الرابط بين اليمن والمملكة العربية السعودية والذي يمر عبر الجوف ومنطقة البقع التابعة لمحافظة صعدة. يأتي ذلك بعد معارك ضارية خاضتها قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف وقوات الإسناد الأرضية التابعة للتحالف أيضا. وفي طريقه جنوبا سيطر الجيش على منطقة المهاشمة وعلى عدد من المواقع المهمة التي تم دحر ميليشيا الحوثي منها مخلفة الخيبة والهزيمة وأكثر من 50 أسيرا وكمية كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بينها 5 عربات مدرعة. نوادي خب من هذه المنطقة المحاصرة لمدة سنتين وأكثر ثلاث سنوات وهي محاصرة، واليوم الأبطال دخلوها دخول الفاتحين. العمليات العسكرية هنا لا تتوقف، فقوات الجيش الوطني تواصل تقدمها باتجاه منطقة العقبة شمال محافظة الجوف. طيران التحالف واصل خلال الساعات الماضية طلعاته الجوية فوق الجوف مستهدفا بثلاث غارات مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقتي اللبة والهيجة غربي مديرية المصلوب، أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وعن تدمير عدد من الآليات التابعة لها. وفي منطقة البقع التابعة لمحافظة صعدة واصل الجيش عملياته العسكرية وعرض صورا لكمية كبيرة من الأسلحة التي استعادها من ميليشيا الحوثي الانقلابية بينها مدرعات وصواريخ سام 7 المضادة للطائرات.